بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 76. والناس استغفر الله إن الله غفور رحيم. ما ذكر في الآية السابقة لما أمر في الآية السابقة بإتمام الحج والعمرة لله فقال وأتم الحج والعمرة لله، بين في هذه الآية وسبق أن إتمام الحج والعمرة أداء مناسكهما كاملة موافقة لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان من مناسك الحج الإحرام، وهو أول مناسك الحج الإحرام، بين وقته، وقت الإحرام بالحج، فقال الحج أي الإحرام بالحج أشهر معلومات، أي في أشهر معلومات، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بين مواقيت العبادات، بين مواقيت العبادات، بين مواقيت الصلاة، الصلوات الخمس، الفجر بطلوع الفجر، والظهر بزوال الشمس، والعصر بمساواة الظل للشاخص، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر. هذه علامات دخول أوقات الصلوات الخمس. والزكاة أيضا إنما تجب على رأس الحول، إلا في الخارج من الأرض فزكاته حين حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. أما غير الخارج من الأرض فوقت وجوب الزكاة فيه تمام الحول عليه. والصيام وقته شهر رمضان، وقت الصيام شهر رمضان، بين في هذه الآية وقت الإحرام بالحج، فقال الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج له وقت وهو أشهر معلومات. وهذه الأشهر هي شهر شوال، شهر ذي القعدة، عشرة أيام من ذي الحجة، هذه الأشهر المعلومة. وقال معلومات لأن الحج شريعة قديمة من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالناس يعرفون مواقيت الحج، يعلمونها، فالإسلام جاء وأقرها على ما كانت، أقرها على ما كانت في هذه الأشهر التي يعلمها كل أحد ممن يحجون هذا البيت من عهد إبراهيم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والحج في هذه الأشهر أشهر معلومات عند الناس، فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر فقد انعقد إحرامه. لو أحرم في يوم عيد الفطر
لأنه أول يوم من شوال. لو أحرم في يوم عيد الفطر بالحج صح إحرامه لأنه أحرم في وقت الحج إلى قبيل طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر من شهر الحجة. لو أحرم قبل طلوع الفجر من ليلة العاشر صح إحرامه بالحج إذا أدرك عرفة قبل طلوع الفجر. إذا أحرم وأدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العاشر فقد انعقد إحرامه وصح وقوفه بعرفة. إذن فالإحرام بالحج ممدد من أول يوم من شوال إلى قبل طلوع الفجر من ليلة العاشر من ذي الحجة التي هي ليلة عيد النحر. كل هذا وقت للإحرام بالحج، وهذا معنى قوله الحج أشهر معلومات. فالإحرام بالحج له مواقيت زمانية وهي هذه الأشهر، ومواقيت مكانية وهي المواقيت الخمسة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. هذه المواقيت المكانية للإحرام. سواء كان الإحرام بحج أو بعمرة، هذه المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجاج والمعتمرون. وأما المواقيت الزمانية فهي أشهر معلومات بالنسبة للحج. وأما العمرة فليس لها وقت محدد، العمرة تجوز في كل السنة، ولذلك قال الحج أشهر معلومات ولم يقل الحج والعمرة أشهر معلومات، لأن العمرة ليس لها وقت محدد بل هي على مدار السنة. وقال سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن، أي في الأشهر المعلومات، فرض يعني أحرم، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم، وسمى الإحرام فرضا لأن الإنسان إذا أحرم وجب عليه أن يكمل المناسك، ولا يجوز له أن يتحلل من إحرامه قبل أن يكمل مناسك الحج أو مناسك العمرة، كما سبق في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. حتى ولو كان ما أحرم به نافلة من الحج أو العمرة فإنه يلزمه المضي فيه حتى يكمل مناسكه، وليس له أن يخرج من الإحرام ويرفض الإحرام إلا في حالة واحدة بينها الله في الآية السابقة فإن أحصرتم، المحصر هو الذي يتحلل من إحرامه، أما غير المحصر فإنه لا يجوز له أن يترك الإحرام حتى يؤدي المناسك كاملة، سواء كان في حج أو عمرة، وسواء كان إحرامه في فريضة أو في نافلة يجب عليه إكمالها. لأن بعض الناس بعض الجهال تساهلون في هذا الأمر، يحرمون ثم يرفضون الإحرام ويتحللون بدون أداء المناسك، هذا لا يجوز، يبقى الإحرام عليهم ولو تحللوا ولو رفضوه فإنه يبقى عليهم ويلزمهم إكماله. بعض الناس يحرم بالعمرة
فإذا جاء وجد زحمة، وجد زحمة تنازل عن الإحرام ولبس ثيابه وذهب إلى أهله، هذا حرام لا يجوز. حتى لو ذهب إلى أهله الإحرام باق عليه، يجب عليه الرجوع وإعادة ملابس الإحرام والإتيان بما أحرم به، ولا يسقط عنه، لأن الله يقول فمن فرض يعني أحرم، فسمى الإحرام فرضا، وقال وأتم الحج والعمرة لله. حتى الحائض المرأة إذا أحرمت ثم حاضت بعد الإحرام تبقى على إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تكمل، حتى لا تطوف بالبيت حتى تطهر من الحيض وتغتسل. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بعد الإحرام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والمريض لو مرض الإنسان يبقى على إحرامه، فإذا شفي، فإن كان الوقوف بعرفة لم يمضي ولم يفت إنه يقف بعرفة ويكمل حجه، وإن كان لم يشفى إلا بعد أن انتهى الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة، تحلل بعمرة، ثم في العام القادم يقضي الحج الذي فات عليه بسبب المرض. إذن لا مناص لمن أحرم بحج أو عمرة، لا مناص له من أن يؤدي المناسك التي أحرم بها إلا إذا أحصره عدو، إذا أحصره عدو إنه يتحلل بعد أن يذبح ويحلق رأسه. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أما غير المحصر فإنه لا بد أن يكمل مناسكه، ولا يجوز له أن يرفض الإحرام وأن يترك الإحرام وهو لم يكمل مناسكه. فمن فرض فيهن أي في هذه الأشهر المعلومات يعني أحرم فيهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن تحرم يجب عليك أن تتجنب محظورات، وهي على قسمين: محظورات تحرم بالإحرام فقط مثل قص الشعر والطيب والنساء وتغطية الرأس للذكر، هذه محظورات الإحرام، لبس المخيط، لبس المخيط للذكر، هذه محظورات بسبب الإحرام، كانت مباحة قبل الإحرام فلما أحرم حرمت عليه حتى يخلص من المناسك. هذا القسم الأول، محظورات بسبب الإحرام، كانت مباحة له قبل الإحرام فامتنع عليه فعلها وقت الإحرام، فإذا أنهى مناسكه حلت له هذه الأشياء، عادت حلالا له كما كانت. القسم الثاني محرمات دائما على المحرم وعلى غيره، على المحرم وعلى غيره، لكن المحرم يتأكد في حقه أن يتجنبها، أن يتجنبها. وذلك سائر المعاصي، المعاصي حرام دائما أو مكروهة دائما، ولكن المحرم يتأكد في حقه تحريمها أو كراهتها، لأنه في عبادة وينبغي أن يشتغل بطاعة الله ويتجنب المعاصي.
فلا رفث. الرفث قالوا هو الجماع ودواعيه، فالمحرم هذا من محظورات الإحرام، هذا من محظورات الإحرام التي تحرم عليه بالإحرام وكانت حلالا له قبل الإحرام. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يباح للرجل من امرأته أن يتمتع بها في حدود ما أحل الله، لكن إذا أحرم خلاص ما عاد يقرب زوجته، لأن هذا هو الرفث. فلا رفث، الرفث هو الجماع وأسباب الجماع من كلام لا يتكلم في الجماع وهو محرم، يذكر الجماع أو يذكر النساء، لا يذكر النساء على وجه الاستمتاع والمغازلة، يسمونها المغازلة، الكلام في المرأة الجميلة وكذا وكذا، تجنب هذا. فالرفث هو الجماع ودواعي. كذلك عقد النكاح، يحرم على المحرم أن يعقد النكاح وهو محرم لنفسه ولا لغيره، قوله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح هو، لا يعقد لنفسه ولا ينكح، يعني لا يعقد لغيره، ولا يخطب كذلك، لا يخطب لا لنفسه ولا لغيره، ما يقول يا فلان زوجني بنتك أو يا فلان أزوجك بنتي أو موليتي أو فلان موصيل لك يريد منك بنتك أو أختك أو موليتك، ما يخطب لنفسه ولا لأحد وهو محرم، ولا يعقد لنفسه ولا لغيره وهو محرم. ومن باب أولى الجماع، الجماع في حال الإحرام حرام شديد التحريم ويفسد، الجماع يفسد النسك الذي أحرم به. كل هذا يدخل في قوله تعالى فلا رفث. الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام أو الخطبة أو العقد أو غير ذلك من كل ما هو حول هذا الشيء. فلا رفث، هذا من محظورات الإحرام، الجماع ودواعي. ولا فسوق، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، الفسق في اللغة الخروج من الشيء، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله يسمى فسوقا. والفسوق محرم دائما، محرم على المسلم دائما، ولكن في حال الإحرام أشد، لأن المحرم في عبادة واللائق به أن يشتغل بذكر الله والتلبية والطاعة ويتجنب المعاصي، لأن المعاصي تنقص عليه ثوابه وتخل بإحرامه، يتجنب المعاصي الكبائر والصغائر، تجنب سائر المعاصي. لا يشرب الدخان وهو محرم، وإن كان الدخان حراما عليه في كل وقت، لكن في الإحرام أشد، في الإحرام أشد. وكذلك لا يترك الصلاة، وإن كان الصلاة لازمة له في كل وقت، ولكن في الإحرام أشد، فلا يترك الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها، ولا يستعمل الأغاني أو يستمع إلى الأغاني وهو محرم، ولا ينظر إلى النساء نظر شهوة وهو محرم. هذا من الفسوق، الفسوق هو كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. لا يشتغل بالغيبة والنميمة وهو محرم، هذا حرام دائما، ولكن للمحرم أشد،
فلا يستمع إلى الأغاني ولا ينظر إلى القنوات الفضائية الماجنة التي فيها إباحية وفيها شر وهو محرم، وإن كان هذا حراما عليه دائما ولكن في حال الإحرام أشد، لأنه مطلوب منه أن يشتغل بطاعة الله عز وجل ولا ينشغل بالمعاصي، فيتجنب جميع المعاصي القولية والفعلية وحتى القلبية، التفكير المحرم، لا يفكر في الأشياء المحرمة، عليه أن يشتغل بذكر الله وبطاعة الله ظاهرا وباطنا، لأنه في عبادة وفي حالة إحرام، فأي معصية تحصل منه وهو محرم فإنها تنقص عليه إحرامه، وقد لا يبقى له أجر ولا يبقى له ثواب، بسبب إذا كثرت المعاصي فقد لا يبقى له أجر فيتعب بدون فائدة، فعليه أن يحافظ على إحرامه فلا يفسده أو يخل به بالمعاصي والسيئات، عليه أن يشتغل بالتوبة، عليه أن يشتغل بالاستغفار، عليه أن يشتغل بالدعاء، عليه أن يشتغل بالتلبية ويكثر من التلبية، عليه أن يكثر من تلاوة القرآن، فيشغل لسانه وبدنه وقلبه بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يتناسب مع المحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال معناه المخاصمة، المخاصمة في الكلام، فالمحرم لا يشتغل بالجدال الذي لا فائدة فيه، أو الجدال الذي يحصل بسببه الغضب أو قد يفضي إلى الانتقام، قد يفضي إلى القتل، قد يفضي إلى الضرب، قد يفضي إلى القطيعة، الجدال دائما لا ينبغي الإنسان يشتغل بالجدال، ولكنه إذا كان محرما فهو أولى أن يترك الجدال مع الناس والمخاصمة مع الناس، ويقبل على إحرامه وعلى طاعة الله. أما الجدال الذي فيه فائدة لإحقاق حق أو دفع باطل في أمور الدين، الله جل وعلا يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال إذا كان لأجل بيان حق أو رد باطل في أمور الدين فإنه عبادة، لا بأس أن يجادل وهو محرم الجدال الذي يؤيد به حقا أو يدفع به باطلا، إنما الجدال الذي لا فائدة فيه أو جدال في أمور الدنيا فإنه يتركه ما دام محرما، ويقبل على إحرامه، لأن الجدال أول شيء أنه يشغل عن ذكر الله، وثانيا أنه يبعث الحزازة في النفوس والشحنة بين المتجادلين، وثالثا قد يفضي إلى محرم وهو الإيذاء، يفضي إلى محرم وهو الإيذاء، إما بقتل أو ضرب أو غير ذلك من الأمور التي تنتج عن الجدال، فالمحرم يتجنب هذا، يسد هذا الباب، إلا ما كان من الجدال لأمور الدين كما ذكرنا وهو عنده علم أيضا، ما كل يجادل في أمور الدين، ما يجادل إلا إنسان عالم يعرف الحق من الباطل، أما العامي وأما الذي لا يعرف كيف يرد على المبطلين وكيف يبين الحق
فهذا يسكت ولا يجادل ولا جدال في الحج. هذا على أن الجدال في الحج عام، وقيل ولا جدال في الحج يعني في لا جدال في أحكام الحج، لأن الله بينها ووضحها فلا جدال فيها. والصحيح أن اللفظ عام، أنه لا جدال في أحكام الحج لأن الله بينها، وكذلك لا جدال في أمور في الأمور الأخرى من الجدال في أمور الدنيا والجدال في الأخبار والجدال في المخاصمات وغير ذلك. فالآية عامة ولا جدال في الحج. ثم قال سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لما نهى عن المعاصي والمخالفات أمر بضدها وهو الخير، أمر بالخير، أن المحرم يقبل على الخير وعلى الطاعة لأنه في عبادة. لما نهاه الله عن الشر أمره بالخير. وما تفعلوا من خير، أي خير، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان هذا الخير ماليا أو غير مالي، أي نوع من الخير تفعله وأنت محرم أو وأنت غير محرم فإن الله يعلمه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما تفعلوا من خير، أي خير، قليلا كان أو كثيرا فإن الله يعلمه. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، من الخير والشر، حتى إنه يعلم سبحانه ما في النفوس وما في القلوب وما في الصدور، هذا شيء معلوم. فلماذا قال يعلمه الله؟ من باب الحث على فعل الخير، وهو أن الخير لا يضيع عند الله جل وعلا، وأن الله مطلع عليه ويحصيه ويحفظه لصاحبه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. معنى يعلمه الله أي أن الله يثيبكم عليه سبحانه وتعالى. المراد لازم العلم، وهو الإثابة و المضاعفة لمن فعل الخير. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فلا تظن أن ما تعمله من الخير لا تظن أنه يضيع أو أنه يخفى على الله أو أنه لا يكتب لك، بل هو محفوظ، بل هو محفوظ لك، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة. فهذا فيه الحث على فعل الخير في الحج وفي غيره. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني خذوا معكم الزاد للسفر للحج، لأن الحج يحتاج إلى سفر، السفر يحتاج إلى زاد، طعام وشراب ومركب، كل ما تحتاج إليه في سفرك فإنك تحضره وتتزود به، ولا تسافر للحج من دون زاد. إن كان ما عندك زاد لا تحج. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي ليس عنده زاد لا يحج، ليس عليه حج، لأنه إذا حجه ما معه زاد يحتاج إلى الناس
يصير يناظر في أيدي الناس، يتمنن الناس عالة عليهم، فلا يحجه ما معه زاد. وسبب نزول الآية أنه كان ناس يحجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم زاد، ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، أي أننا متوكلون على الله، الله جل وعلا قال وتزودوا، ردا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلون ثم يصيرون عالة على الناس. فإذا لم تجد زادا فلا تحج، إلا إذا تكفل أحد، إذا تكفل أحد من الحجاج تكفل بالإنفاق عليك تبرعا منه، أو أنت أجرت نفسك مع الحجاج وتكفلوا بنفقتك بمقابل الإجرة فلا بأس بذلك. أما أنك تحج من غير زاد فهذا لا يشرع لك، وهذا منهي عنه، والله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي لا يستطيع الزاد والراحلة ليس عليه حج، حتى لو ماتوا ما حج ما عليه شيء، ما دام ما يستطيع ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا فيه رد على الذين يتركون الأسباب النافعة ويقولون نحن متوكلون على الله، لا غلط، الواجب على المسلم اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله، يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأخذ بالسبب والتوكل على الله عز وجل. أما أنه يعتمد على السبب ولا يتوكل على الله فهذا قدح في التوحيد، وأما أنه يعتمد على التوكل على الله ويترك السبب هذا قدح في الشرع. فلا بد من الجمع بين أخذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه. ومن الأسباب اتخاذ الزاد، من الأسباب النافعة اتخاذ الزاد في السفر، لا سيما سفر الحج، فتزود. ثم لما نبه على الزاد الدنيوي في السفر نبه على الزاد الأخروي، الزاد لسفر الآخرة، الزاد لسفر الدنيا بالطعام والشراب، لكن الزاد لسفر الآخرة يكون بالتقوى، ما ينفع الطعام والشراب، لا زاد الآخرة هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تعد التسبيح بالأصابع هذا أفضل، لأن تثني الأصبع، كل كلمة تثني أصبع من الأصابع حتى تحصي العدد، فالكيفية هي ثني الأصابع عند التسبيح والتهليل والتكبير. نعم. يقول هل القيام للعالم لتقبيل رأسه يعد هذا من الأمور التي ورد فيها نهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق وأعلم الأمة ما كانوا يقومون له إذا جاء عليه الصلاة والسلام، بل كان يأتي ويجلس ولا يقومون له، كان يكره أنهم يقومون له عليه الصلاة والسلام، إلا مسألة إذا جاء من سفر، إذا جاء من سفر وقاموا يسلمون عليه فلا بأس، أما بالمجالس العادية فالأحسن والأفضل أنهم ما يقومون بل يجلسون. نعم. هل من نصيحة لطلاب العلم الذين ينشغلون بأخطاء غيرهم دون النظر لأخطائهم؟ هذه علامة شر، إذا كانوا يشتغلون بعيوب الناس ولا يطلبون العلم، وإنما همهم قال فلان وقال فلان والتماس العيوب، هذه علامة شر، علامة فتنة على طالب العلم أنه يقبل على طلب العلم ومعرفة الحق من الباطل،
حتى يعلم ويتعلم ويستفيد ولا ينشغل بالقيل والقال والكلام في الناس. هذا أمر لا يجوز، لأن هذا يسبب فتنة ويسبب شر، وأنت تجهل أمور دينك الآن، كيف تشتغل بقول فلان وفلان وأنت ما تعرف شروط الصلاة ولا تعرف نواقض الوضوء ولا تعرف أركان الإيمان ولا تعرف نواقض الإسلام ولا تعرف التوحيد والشرك؟ اهتم بهالأمور، تعلمها، اعرفها، واترك عنك الكلام في فلان وعلان. نعم. يقول: في البلد الذي لا يوجد فيه علماء، هل يتعلم الطالب على الأشرطة العلمية التي شرحها العلماء كشروحاتكم وشروحات سماحة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه؟ ما يتعلم الإنسان على الأشرطة أو على الكتب، لكن يستفيد منها فقط، أما أنه يتعلم عليها لا، لكن كونه يسمعها ويستفيد منها لا مانع من ذلك، استفادة لا تعلم. نعم. تعلم إنما يكون على العلماء. نعم. ما حكم حفظ القرآن عند أشخاص عندهم مخالفات شرعية؟ نعم. الله أكبر الله أكبر. مادام حفظ القرآن وانتهى هذا حصل على خير، ولا يضر أنه حفظه على يد إنسان في عليه ملاحظات، مهم أنه حفظ القرآن وأتقنه، يحمد الله على هذه النعمة. وفات الأوان، كان لو سأل قبل أن يبدأ نقول له اختر المدرس الطيب المستقيم، لكن بعد ما انتهى ما للسؤال فائدة الآن. نعم. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ ليس عليه وداع واجب، لأن العمرة ليس لها وداع، الوداع إنما هو للحج، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا في الحج، ولم يقل في العمرة كذلك، ولم يأمر المعتمرين مع كثرة من يعتمرون، ما أمرهم أن يطوفوا للوداع. نعم. هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد؟ لا، ما يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عند الحاجة، يتوضأ، وإذا كان أنه ما يحتاج للجلوس لا يجوز له أن يجلس، وكذلك لا يجلس على غير وضوء. نعم. يقول: أعمل في مزرعة وفيها مصلى، والمسجد خارج هذه المزرعة بقدر 5 دقائق، مع العلم أن الناس يجتمعون في المصلى أكثر من 10، والمسجد لا يوجد فيه إلا 3 فقط، فهل أجلس مع هؤلاء وأدعوهم إلى الله أم أذهب إلى المسجد؟ إذا كنتم تسمعون الأذان من المسجد يجب عليكم الذهاب إلى المسجد، بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. ما دام أن المسجد قريب منكم وتسمعون النداء يجب عليكم الذهاب إلى المسجد وأن تصلوا مع الجماعة في المسجد. أما إذا كان المسجد بعيدا عنكم بحيث لا تسمعون الأذان، فهيئوا مكانا في المزرعة وصلوا فيه. نعم. جميعا. يقول: إذا كان الرجل في مكان الخلاء والوضوء فقضى حاجته ومن ثم توضأ ثم خرج من دورات المياه، فأيهما يذكر أولا، قول غفرانك أم الشهادتين؟ كلاهما، الشهادتان آكد، يأتي بالشهادتين بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذا يكفي عن قول غفرانك. نعم. هل يكفر من سب أحد الصحابة؟ لا يكفر، لكنه يعتبر من النفاق، ما يبغض الصحابة إلا منافق، معلوم النفاق، وإن كان أبغضهم من أجل صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل دينهم هذا كفر بلا شك، أما إذا كان بغض شخصي فقط هذا كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر. نعم. قرأت قولا لأحد المفكرين ذكر فيه أنه لا يوجد مجتمع إسلامي أبدا، بل كلها مجتمعات جاهلية، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، وهذا كلام الخوارج، هذا تكفير المسلمين على العموم وأنه ما فيه مجتمع مسلم، هذا كلام الخوارج، نسأل الله العافية. نعم. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وبين حديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وإنما كان يحكي قول نبي سابق، يحكي قول نبي سابق، ولم يستغفر هو للمشركين. الثابت عنه أنه يقول اللهم اهدي قومي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. نعم. هل يجوز الذهاب للأضرحة بقصد التفرج أو العبرة وشكر الله على النجاة من شرك أولئك المشركين، أو للتثبت فيما ينقله الناس عن أحوال الأضرحة؟ نعم، إذا كان هناك فائدة من الذهاب إليها بأن تنكر وتدعو إلى الله وتحذر تبين لهم أن هذا ما يجوز، فيجب عليك هذا، يجب عليك الدعوة إلى الله وتحذير الناس من الشرك. أما أنك تذهب ولا تقول شيء وتسكت فلا نرى أنك تذهب إليها، لئلا تفتتن وتصاب مثلهم. إن كنت إذا ذهبت تدعوهم إلى الله وتنكر هذا الشيء وتبين لهم أن هذا شرك ولا يجوز، يجب عليك الذهاب. وإذا ما تدعو إلى الله ولا تتكلم، الذي نراه لك أنك ما تذهب إليها لئلا يصيبك ما أصابهم. نعم. أعمل في بلد غير بلدي ويكون عملي لمدة يومين متتاليين، ثم أعود لبلدي يومين متتاليين وهكذا، فهل تصح صلاة القصر والجمع أم أقصر فقط؟ إذا كنت ما تقيم في بلد العمل إلا يومين فقط يجوز لك القصر، لكن لا تترك الجماعة، صلي مع جماعة البلد وفي المسجد تكمل الصلاة معهم، ولا تنفرد عنهم وتقول علشان إني أقصر، صل معهم وأتم. نعم. يقول ما الذي يفعله المسبوق في صلاة الجنازة؟ يكبر ما أدرك من التكبيرات ويعتبرها أول صلاته، أول التكبيرات، فإذا سلم الإمام يكمل بقية التكبيرات على صفتها، يكملها على صفتها. نعم. يقول اعتمرت ثم بعد العمرة ارتكبت كبيرة من الكبائر، هل عمرتي صحيحة وهل يلزمني شيء علما بأنني تبت إلى الله؟ لا يبطل العمل إلا الشرك بالله عز وجل، أما الذنوب التي دون الشرك هذه ما تبطل الأعمال، لكنك تأثم عليها، عليك التوبة إلى الله منها، وأما أعمالك فإنها لا تبطل. نعم. ما حكم جعل الأناشيد الإسلامية والتمثيل الإسلامي من وسائل الدعوة؟ تسميتها بالإسلامية غلط، ما هي بالإسلامية، أغاني، نوع من الأغاني، نسميها أغاني ما نسميها إسلامية. والتمثيل هذا ما هو من وسائل الدعوة، هذا من السخرية ومن العبث ومن التقليد للكفار، ليس هذا من عمل المسلمين، لا الأناشيد ولا التمثيليات، والدعوة غنية عن هذه الأمور. نعم. امرأة قد أنهت مناسك العمرة وجاءتها الدورة الشهرية. نعم. امرأة أنهت مناسك العمرة وجاءتها الدورة الشهرية، فهل يجوز لها أن تزور عرفات ومزدلفة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها الدورة الشهرية؟ زيارة عرفات ومزدلفة غير مشروعة، لماذا تزورها؟ ما في زيارة إلا وقت الحج فقط، غير وقت الحج ما تزار عرفات ولا مزدلفة. وأما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة في كل وقت، لكن الحائض ما تدخل المسجد، إذا طهرت تغتسل تدخل مسجد الرسول وتصلي فيه، قبل أن تطهر لا ما تدخل. نعم. تقول السائلة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، رفضت الزواج من كثير من الشباب غير الملتزمين، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا كان اللي رفضتهم ما يصلحون لها لأنهم غير ملتزمين كما ذكرت في السؤال، ما يصلحون، اللي ما هم ملتزم ما يصلح، فتنتظر تطلب من الله أنه يهيئ له صالحا، زوجا صالحا. نعم. هل يجوز إعطاء البيعة لرئيس جماعة التبليغ لأنه يلزمني بذلك؟ لا تجوز البيعة إلا لولي الأمر، ولي أمر المسلمين، يبايعه أهل الحل والعقد من المسلمين،
وأما غيره فلا بيع لأحد. هذا من وضع الصوفية والخرافيين. نعم. اعتمرت امرأة وبعد الانتهاء من العمرة شمت في ثوبها رائحة بول حيث كانت تحمل طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، علما بأنها لم تجد بللا، فماذا يجب عليها من ناحية العمرة؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، مجرد الشك لا يبطل العمرة، مجرد الشك لا يبطل العمرة. ثم أيضا ما ثبت أن البول حصل في الطواف، ما دام أنه ما حصل في الطواف، ما ثبت أنه حصل في الطواف وإنما يحتمل أنه حصل بعد الطواف فلا يؤثر. المهم أن عمرتها صحيحة إن شاء الله. نعم. امرأة مقيمة تزوجت من رجل بدون أن يعلم والدها وأن أخوها مقيم بجوارها ولم يعلم بزواجها أيضا، وكان ولي أمرها رجل أجنبي عنها والشاهدين كذلك، وإذا أنجبت طفلا من هذا الزوج، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل، هذا نكاح فاسد، عليها أن يعاد العقد من جديد بالولي، يعاد بالولي من جديد ولا تستمر على هذا العقد. نعم. يقول اعتمرت وسوف أسافر غدا إن شاء الله إلى بلادي، بماذا تنصحونني وفي بلاد الكثير من الفتن؟ أنصحك بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير في بلادك، وإذا لم تستطع أو ما عندك استطاع علم عليك أنك تبتعد عن مواطن الفتن ومواطن الشرور، تحتفظ بدينك. نعم. يقول أردت السفر وكنت بمنزلي ووقت سفر 2:30، فهل يصح أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم كلا منهما 4 ركعات؟ ما دمت في بلدك لم تخرج منه فأنت لك حكم المقيمين، لا تجمع ولا تقصر، ما تحصل رخص السفر من القصر والإفطار في رمضان إلا بعد الخروج من البلد. نعم. هل المسافر يصلي السنن الرواتب؟ لا، المسافر ما يقصر الصلاة، المسافر الذي يقصر الصلاة لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر يصليها. نعم. إذا سألني شخص وقال لي هل أنت صائم هذا اليوم؟ أقول له لا وأنا صائم وقصدي ألا أقع في الرياء، هل يجوز لي ذلك؟ يجوز لك ذلك، هذا ما في مانع أنك تخفي أعمالك وتخفي صيامك، ما في مانع. نعم. بت عند أخ في بيته فاحتلمت تلك الليلة وفي الفجر أيقظني للصلاة. نعم. بت عند أخ في بيته فاحتلمت تلك الليلة وفي الفجر أيقظني للصلاة، فتوضأت ولم أغتسل حرجا واستحياء، وذهبنا إلى المسجد سويا ولم أتمكن من التيمم خشية أن يوافي أو خشية أن يراني، فصليت الفجر على هذا الحال علما بأن المسجد لم يكن فيه دورات مياه، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، صلاتك ما هي صحيحة وأخطأت في هذا، والدين ما في حياء، الدين ما في حياء، يعني الواجب أنك اغتسلت ولا حرج عليك في أنك تغتسل، ما في مانع ولا حرج، بل اللوم عليك في ترك الاغتسال، فعلى كل حال تعيد الصلاة التي صليتها وتتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا العمل. نعم. تقول السائلة هل الحلية الملبوس للنساء عليه زكاة؟ في خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه ما فيه زكاة، وإذا زكى من باب الاحتياط لا بأس، أما الوجوب ما يجب عليها زكاة. نعم. يقول يكلفني إمام المسجد أحيانا بالصلاة والخطبة، ولكن أجد في نفسي أن صلاتي غير مقبولة لما أجده في نفسي من الوساوس،
لذلك قررت التنقل بين المساجد المجاورة حتى لا أكون إماما، فما حكم فعلي هذا؟ هذا وسواس، تعوذ، استعذ بالله من الشيطان واترك الوسواس وتولى الخطابة والإمامة. إذا احتاج الإمام من ينيبه اغتنم الأجر، اغتنم الأجر وقم بالخطابة والإمامة واترك عنك الوسواس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يقول: أحيانا يخرج مني بعد نهاية البول سائل ثقيل وأجتهد في إزالته حتى أرى أنه زال، ولكن أفاجأ في أثناء الصلاة بأن هناك بللا على جسمي وفي السراويل، فأكمل صلاتي وبعد ذلك أخرج للتأكد فأجد آثار هذا البلل على الذكر والملابس والجسم. سؤالي: هل صلاتي صحيحة؟ اترك الوسواس، إذا تبولت فاجتهد في قطع البول وتنشيف الذكر والاستنجاء، توض وصل صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تنظر إلى الوسواس لأنه يزيد معك إذا اهتممت به والتفت له. اترك. نعم. يقول: أحيانا يكون لدي نية للعمرة ولم يبق من راتبي ما يكفي، فأضطر إلى الاقتراض من بعض الزملاء ثم أسددهم بمجرد استلام الراتب، فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح، لكن الأولى ترك هذا. العمرة لازم اقتراض، ما ليس مستحسن أنك تقترض وتستدين، لكن إذا فعلت هذا وأنت عندك سداد هذا جائز لا بس، لكن الأولى تركه. نعم. يقول: اشتريت ساعة ثمينة من صبي يتجول في الأسواق بمبلغ قليل جدا، وعندما سألته من أين لك هذه الساعة قال لوالدي: والساعة غالية الثمن. وقلت له: هل سرقتها؟ قال: لا. هل علي شيء في ذلك؟ نعم، ما دام إنها ثمنها قليل وهي ثمنها تعلم أنها ساعة ثمينة وأن قيمتها كثيرة، وهذا الطفل باعها عليك بثمن قليل، فهذا وقال لك أنها ما هي بلها أيضا، أنها لأبيه، فلا يجوز لك اشتراؤها لأن الطفل لا يملكها، والطفل لا يحسن التصرف أيضا، عليك أنك ترد الساعة إلى صاحبها وتعتذر منه. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن جدة الميتة أو أحد أقربائي؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن غيرك، ولكن ما تحرم بالعمرة من مكة، تخرج إلى الحل من التنعيم أو من عرفة أو الجعرانة تحرم، يجوز هذا، لكن الأولى أيضا أنك تبقى في الحرم ولا تخرج، وبقائك في الحرم وصلاتك في المسجد الحرام أفضل من العمرة، بقائك في المسجد الحرام وصلاتك فيه واعتكافك فيه وجلوسك أفضل من الخروج للعمرة. نعم. هل يجوز التطوع بالسعي؟ وهل يجوز تقبيل الحجر في كل وقت ولو لم أطف؟ السعي ليس فيه تطوع، السعي إنما هو نسك فقط للحج أو للعمرة وليس فيه تطوع، أما الطواف ففيه تطوع، تطوف ما تيسر لك من الأسباع وتصلي ركعتين بعد كل سبعة أشواط، وأما تقبيل الحجر إنما يشرع في حالة الطواف، أما في غير حالة الطواف فلا يشرع تقبيل الحجر. نعم. يقول: عندما أصلي العشاء أترك صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر بنصف ساعة ثم أصلي في هذا الوقت دون تطويل في القراءة، فهل فعلي صحيح؟ نعم، تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل من الوتر في أول الليل، وإذا صليت قبل الوتر ما تيسر من التهجد فهذا أفضل، هذا أفضل أنك تصلي قبل الوتر ما تيسر. على كل حال الوتر في آخر الليل أفضل من الوتر في أول الليل. اسكن الله هذه. نعم. يقول:
يقول إذا صليت في أي مسجد في مكة أو صليت في بيتي هل أنال أجر المضاعفة إلى 100,000 في مكة؟ نعم، الحرم كله ما كان داخل الأميال كله محل للمضاعفة، بألف صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. والمسجد الحرام يشمل كل الحرم، كل ما كان داخل الأميال، ولكن إذا قربت من الكعبة وصليت في المسجد اللي فيه الكعبة هذا أفضل بلا شك. نعم. يقول إذا شرعت في صلاة سنة أو راتبة وبدأ الإمام، نعم، إذا شرعت في صلاة سنة أو راتبة وبدأ الإمام في صلاة الجنازة هل أقطع السنة وأصلي مع الإمام على الجنازة؟ لا، تستمر في السنة، والجنازة يصلون عليها الحاضرون من المسلمين ويكفون. أما أنت دخلت في عبادة فلا يجوز لك قطعها، أكملها. نعم. زوجتي أثناء العمرة كانت تلبس قفازات كونها لا تعلم الحكم، فأعلمنا شخص بأنه لا يجوز ذلك، فما حكم فعلها؟ تعذر بالجهل ما دامت لبست القفازات وهي جاهلة وهي محرمة، تعذر بالجهل، لكن في المستقبل لا تلبس القفازين ولا البرقع ولا النقاب، تغطي وجهها وكفيها بغير هذه الأشياء. نعم. الراتبة التي تكون قبل الظهر هل الأفضل فيها أن تصلى 4 ركعات بتسليمة واحدة أم الأفضل أن تصلى ركعتين بتسليمتين؟ هذا هو الأفضل. نعم، اللي يصليها تسليمتين كل ركعتين بتسليم أفضل من سردها بسلام واحد. نعم. إذا أحرمت الحائض واشترطت ثم سافرت قبل أن تؤدي العمرة لأن الرفق لم ينتظروا حتى تطهر، فهل فعلها صحيح؟ ما تذهب حتى تؤدي العمرة، الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، ما دامت أحرمت بالعمرة يجب عليها إتمامها، تنتظر، ينتظر معها وليها المرافق المحرم الذي معها، وليس في هذا حرج ولله الحمد. اليوم الإنسان ما هو بحاجة إلى الرهقة، الطائرات والسيارات متوفرة والمواصلات سهلة، ما هي مثل الأول. نعم. يقول قيل لي أن شراب البيبسي يحتوي على نسبة من مواد أو يحتوي على مواد من الخنزير، هل يجوز لي أن أشرب هذا الشراب؟ ما دام أنه يباع في أسواق المسلمين ويشربونها المسلمون اشرب، الحمد لله. وما ثبت هل يشاع، هذا ما ثبت التحليلات المخبرية، ما ثبت هالكلام هذا، وإنما الشركات تريد بعضها أن يؤثر على بعض، يشيعون هذه الشائعات ليؤثر بعضهم على بعض، يضربوا بضائع الآخرين. نعم. أنوي أن أكتب عن بعض الجماعات الضالة والتحذير منها، لكن هذه الجماعة لم تخرج من الملة وقد مدحها البعض من العلماء، وأخشى أن يدعو علي، فما توجيهكم لي علما بأن هذه الجماعة منحرفة؟ الواجب عليك بيان الحق إذا كنت متأكدا من الأخطاء التي عندهم والضلالات اللي عندهم، متأكد 100% وعندك مقدرة على وعندك علم تستطيع البيان، يجب عليك هذا. ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما يجوز كتمان العلم. إذا كان عندك علم ومتيقن من ضلالات بعض الطوائف فبينها للناس من أجل أن يحذروها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ولا تخشى الناس، عليك أنك تخشى الله سبحانه وتعالى، تبين الحق، ترد الباطل، ولا تخشى الناس. نعم. يقول بعد أن أحرمت من الميقات ركبت السيارة
وبعد دقائق ركب معي رجل آخر وقام بوضع الطيب في إحرامي وبدني، علما بأني أعرف أن ذلك من محظورات الإحرام، لكنني كنت ناسيا، فما الحكم؟ الواجب عليك غسله، المبادرة بغسله إذا أصابك طيب وأنت محرم أو أصاب ثوبك، الواجب المبادرة بغسله وإزالته. أما إذا تركته وأنت جاهل أو ناسي فلا شيء عليك، أما إذا تركته متعمدا يكون عليك الفدية. نعم. رجل قدم إلى العمرة وقبل وصوله إلى الحرم ذهب ليؤمن سكنا له ولأسرته، وفي السكن خلع ملابس الإحرام بسبب اتساقها لاستبدالها بغيرها، هل عليه شيء؟ لا بأس، يجوز أنك تغير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى أو تغسلها تنظفها وتلبسها مرة ثانية، لا بأس، ما في معنى. نعم. إنما الممنوع لبس المخيط، أما إذا غيرتها بملابس إحرام أخرى إزار وردة ما في معنى. نعم. ما كيفية الرمل؟ هل هو الهرولة أم الإسراع قليلا؟ وهل يجوز للنساء؟ الرمل يستحب في طواف القدوم للحج أو طواف العمرة، هذا الذي يشرع فيه الرمل، طواف القدوم أو طواف العمرة، وهو والرمل معناه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، ويشرع للرجال فقط، أما النساء فليس عليها رمل، هذا خاص بالرجال. نعم. ما حكم من أحرم وإزاره تحت السرة؟ وهل يجوز تعرية الصدر في وجود النساء؟ السرة من العورة، يجب عليه سترها، الإحرام لا يبطل، لكن الصلاة إذا صلى والسترة ظاهرة السرة ظاهرة إن صلاته لا تصح، لأن السرة من العورة، وكذلك الركبة من العورة، يجب أن يغطي من السرة إلى الركبة كله مغطى، لا يجوز له تعمد كشف سرته أو كشف ركبتيه أو إحدى ركبتيه في الصلاة. وأما ستر الكتفين والصدر والظهر هذا من التجمل، هذا أحسن وهو من التجمل. نعم. أما لو كشف، لو وضع الرداء وأبقى عليه الإزار ساترا لما بين السرة والركبتين هذا يكفي. نعم. ما حكم استعمال الهاتف الجوال للطائف حول الكعبة وكذلك التحدث في أمور الدنيا، وأحيانا قد يصل الأمر إلى المزاح؟ يجوز الكلام في الطواف لا سيما للحاجة والسلام على من بجانبك، يجوز الكلام للحاجة، أما الكلام لغير حاجة فلا ينبغي، هو لا يبطل الطواف لكنه لا ينبغي لأنه يشغلك عن ذكر الله وعن الإقبال على العبادة. نعم. ما حكم الأخوات اللواتي يصطحبن معهن الأطفال ويطوفون حول الكعبة أوقات الظهيرة، وهذا فيه مشقة على الأطفال، ونلاحظ